قتل 4 أشخاص بعمليات اغتيال متفرقة نفذها مجهولون في محافظة درعا. أقل موقع تجمع أحرار حوران أن قياديا سابقا من فصائل المعارضة تعرض لإطلاق نار مباشر في بلدة المسيفرة، لم تحدد هوية منفذيه، كما عثر على جثة شخصين بالقرب من بلدة تل شهاب وعليها أثار إطلاق نار. وأشار المصدر أيضا إلى العثور على جثة شاب من بلدة علمة جرى تحويلها إلى المستشفى الوطني في مدينة درعا، جميعها خلال الفترة القليلة الماضية. في أخبار القتل المؤسفة، أيضا قتل شاب على يد شخصين من أصدقائه في ملعب بمدينة جرمانة في ريف دمشق، وذلك على خلفية خلاف نشب بينهم حول كرة القدم. نشرت وزارة الداخلية التابعة للنظام أن الجريمة حصلت باستخدام عصا خشبية ضرب بها الجناء الضحية، وبعد إلقاء القبض عليهم والتحقيق معهم اعترفا بالإقدام على قتل المغدور لخلاف في أثناء اللعب بكرة القدم. هذا وتسجل مناطق سيطرة النظام تصاعدا بمؤشرات جرائم القتل وسط فلتان أمني وغياب للمحاسبة. أتلفت مديرية الزراعة لدى النظام في حلب 165 دونما من المزروعات الورقية، وذلك على خلفية إعلان وزارة النظام عن انتشار الكوليرا في المحافظة وارتفاع أعداد الإصابات والوفيات فيها. أشارت تقارير إعلامية أن عمليات الإتلاف حصلت في مناطق النيرب والشيخ سعيد وخان طومان، نظرا لأن هذه المزروعات تسقى من مياه الصرف الصحي الجارية في نهر قويق في الريف الجنوبي والشرقي. كما منعت المديرية المزارعين من الاستفادة من هذه الأراضي لاحقا وأعلنتها كأراض محظورة على الزراعة. رصد سوريون حالات تلاعب ونقص في رزم الأموال المسلمة لهم من المصرف العقاري ليكتشفوا ذلك بعد مغادرة المصرف والتأكد من الأموال في المنزل. من جهته نفى مدير في المصرف العقاري لصحيفة الوطن الموالية حدوث ذلك، زاعما أن هناك جزءا من الرزم التي يتم تسليمها تكون مختومة ومغلقة، مشيرا أن هذا من شأنه أن يمنع التلاعب بها من قبل العاملين في المصرف، لأن المصرف يقوم بتسليمها للمراجعين كما تسلمها من دون أي تدخل وفقا لما قاله. صادرت عناصر النظام عددا من الدراجات النارية على حواجز عسكرية في مناطق وبلدات ريف دمشق بمزاعم عدم تسجيلها في دوائر المرور. ونقل موقع نداء بوست أن ما لا يقل عن 10 دراجات نارية تمت مصادرتها على حواجز النظام في بلدتي الهامة وقدسية لاستخدامها من قبل العناصر في التنقل بين المقر والحواجز، وذلك بالرغم من امتلاك أصحابها عقود شراء خاصة بها تخولهم امتلاكها وقيادتها في المنطقة بحسب المصدر. مضيفا أن قيمة بعض الدراجات المصادرة وصلت إلى نحو 2,000,000 ليرة سورية. أفادت تقارير إعلامية أن كميات الدقيق الواصلة إلى مخيم الركبان لا تكفي لتشغيل المخبز لأكثر من 3 أيام فقط. نقل موقع العربي الجديد عن عضو شبكة حصار محمد عمر أنه خلال اليومين الماضيين وصل 100 كيس من الدقيق إلى المخيم عن طريق مهربين من مناطق سيطرة النظام، كما بيع الكيس بثمن بلغ نحو 200,000 ليرة، في حين قامت إحدى المنظمات المحلية بالتكفل بثمن 60 كيسا منها. وأشار المصدر إلى عدم وجود أي معلومات حول وصول كميات أخرى خلال الفترة المقبلة. ختام نشرة أحوال حلقة اليوم، أما الآن إلى قضية مقتل الطفل العراقي في الشمال السوري بعد اغتصابه والتي تحولت إلى قضية رأي عام.